جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترامى في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا وسهلا، وحياكم الله إلى حديث الدار. حديث دائما أقول حديث الجمال، لأنه فعلا يعني جمالكم وجمال متابعتكم تضفي لنا جمالا. جمال الحبيب، هلا والله، مساك الله بالخير. حياك يا رب أخي، نورتنا. الله يسعدك إن شاء الله. سعدتنا يا حبيبي. الله يعطيك العافية، سعدنا فيكم الليلة، وأيضا في ضيفنا، وأيضا جمال المتابعة وجمال المشاهدين يزيد الحلقة إثراء. أبو حميد، الله يجمل أيامك. إحنا اليوم حديثنا كذا، أنا ذكرت أبو خالد ما شاء الله، ذكرت حلقات مع أبو خالد كذا فيها نوع من ال... عطنا كذا موقف أبو خالد، خلنا نعيش فيه من الذكريات. نبغى نروح نزور أحد المشاهدين. طيب، إحنا اليوم في ضيافة ضيافة فريق مميز له بصمته وله أثره وله واقعه وله كيانه. هذا الفريق له مبادرات وله مشاركات وله نزول في الميدان. وحديثنا مع ضيفنا حبيبنا القائد هالفريق، فريق أمة التطوع، والأستاذ محمد العتيبي قائد هذا الفريق. حياك الله. الله يسعدك ويبقيك يا بعد رأسي، شرفنا بوجودنا في برنامج ما شاء الله مميز، وقناة مميزة من أجمل القنوات اللي انا متابع لها من انا صغير. يا سلام، من الطفوله. من الطفوله. يعني انت كذا عمرك كم الان تقريبا؟ 55 45؟ عمري 24 سنه، اتذكرها اول ما بدات القناه. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل. ولعلك تذكرت العمر، وخليني ابدا بالعمر. ما شاء الله، يعني وانت تقود هذا الفريق هم التطوع في هذا العمر، ما شاء الله تبارك الله، دليل انه في صناعه مبكره. صحيح. طبعا الفريق الان ما شاء الله له 8 اشهر من يوم بدا. ما شاء الله تبارك. البدايه الفعليه قبل 5 اشهر. يا سلام. شارك في 22 فعاليه ما شاء الله، وعمل خلال المده هذه. نعم، في خلال 5 اشهر سوى 5 مبادرات. يا سلام. طبعا كم العدد الاعضاء الفريق؟ العدد الاعضاء 1200، وعدد اللي في الميدان تقريبا 600. ما شاء الله تبارك. ذكور وإناث؟ نعم، ذكور وإناث. جميل جميل. طيب، أنتم كفريق أمة التطوع الآن في فرق كثيرة جدا في الميدان. نعم. أنتم إيش اللي يميزكم؟ أنا ما أبغى تقدمون. أنا ما أبغى حاجة تميز أو ما تميز. إحنا إيش نقدم؟ طبعا عندنا راية وعندنا جملة متعودين عليها. حلو. قدم شيء ترضى فيه عن نفسك، حتى عملك اللي تقدمه ترضى فيه عن نفسك، تشوف مستقبلك. أنا تقريبا من فضل الله من بداية التأسيس وقاعد أقول للشباب اللي يبغى قيادة الفريق يستلم القيادة. نبغى بس حاجة واحدة، أي واحد عنده موهبة يستغل موهبته في حاجة. من فضل الله أنا الفريق مقسم إلى لجان. جميل، حلو. في لجان السيارات المعدلة، في لجان الرسامين. سيارات معدلة؟ نعم. هذه ما قد مرت علي أنا في الفرقة التطوعية. نعم. ايش تسوون بالسيارات المعدلة؟ طبعا في سيارات معدلة، في نمسك مثلا نكون في دار ايتام، نروح مثلا دار عجزة. حلو. فنجيب السيارات هذه. طبعا فريق برق دائم ما يقصر معنا، طبعا الله يذكرهم بالخير ويجزاهم خير خير الجزاء، دائما واقفين في ظهرنا. فنجيب سيارات دفع رباعي وسيارات معدلة. حلو. ونركب فيها الأيتام ودار عجزة، ناخذهم رحلة باب الله، فيصير الفريق متكامل. الترفيه يعني معه. الترفيه طبعا عندنا لجنة طبية. يا سلام. يشاركون في الإنقاذ مع فريق برق، ويشاركون مع أكثر من فريق. جميل. طيب أستاذ محمد، يعني أكيد كل فريق تطوعي دائما يعني مؤسسة التأسيس اللي أنت تكلمت عنه يعني ينتمي أو يكون تحت مظلة معينة، يعني فريق أمة التطوع يعني تحت أي مظلة؟ طبعا حنا تحت مظلة فريق برق للإنقاذ. طبعا
طبعا فريق برق تحت مظلة الدفاع المدني. هدفنا الوحيد من الانضمام وهدف برق بضم الافرقه تحت رايته انه نصل الى 1,000,000 متطوع ما شاء الله تبارك من اهداف الرؤيه طبعا رؤيه 2030 ما شاء الله تبارك الشباب السعودي كله يصير متطوع. جميل. ايش ابرز المهمات اللي قدمتوها؟ طبعا شوف في عمل صراحة من أقوى الأعمال اللي أنا شفتها اللي هو التبرع في الدم. أنتوا كنتوا منظمين؟ كنا منظمين وحنا اللي ماسكين الفعالية كاملة مع وزارة الصحة. حلو. اتفاقية كيف؟ اتفقنا مع المستشفى وسوينا بوسترات إعلانات. مدة معينة؟ نعم مدة معينة كانت مدة 2 يوم. حلو. تبرعنا أول شيء بعدين جبنا متبرعين. طبعا في بعض المستشفيات عندهم نقص في الدم فاتصلوا علينا انه يا استاذ محمد عندنا نقص في الدم فزعتكم اذا تقدرون يعني. قلت لا ابشر. طبعا الفكره اصلا ببالي من زمان وتواصلت مع احد الاساتذه وتواجدنا وشغل حق يمكن شهر ونص ما شاء الله. فطبعا لسه الجروب حق الحمله لسه شغال فصار الجروب منه فايدتين، فايده الحمله القديمه وفايده الان اي شخص عنده نقص دم يرسل على الجروب. يعني عفوا كونتوا فريق جديد لموضوع جديد. نعم. من من مبادره كانت موجوده. نعم. جميل جميل. طيب حناخذ فاصل ونعود لهذا الجميل والحديث الجميل والله معه حديث ماتع ودائما نفخر بشبابنا وابناء الوطن الجميل كذلك حتى من يسكن هذا الوطن قد يكونوا ناس يعني غير سعوديين فعلا لكنهم يحملون الهم يحملون الولاء لهذه البلاد. فاصل ثم نعود بقوا معنا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا. هناك يعني شق مهم ألا وهو أن نفخر بتراثنا، تراثنا الأصيل يعني لا ينبغي أن نفتئت عليه واضح، وإنما إيش نصدر عنه. هذا الصدور عن تراثنا لا يعني أننا متمسكين به مقدسينه نعظمه أكثر من اللازم، لا، هم بشر والله سبحانه وتعالى يعني خلق الأجيال والقرون والعقول لا تتوقف. هذه الكتب أصلا دلالة على الحراك العلمي على أن العقول لا تتوقف، أليس كذلك؟ فأيضا المفسرون مثلا، المفسرون الآن في كل قرن تجد تفسير، هذا التفسير يدل على حراك، استدركنا على مفسرين على كذا على فهذا الشق الأول. الشق الثاني يعني لا ينبغي أن نقول ما ترك الأول الآخر ولكن كم ترك الأول الآخر، هذا يعني علماءنا ومشايخنا يعدلونها، كم ترك الأول الآخر. لا يزال هناك ترى أفكار عملاقة لابد أن تلهم أصحابها من طلبة العلم من وهذا التحدي، هذا اللي أظهر لنا شيئا جديدا. نريد محمود شاكر جديد، أبو فهر جديد، يعني نحتاج مثل هذا الرجل يعني الذي قرأ لسان العرب وهو في 15 من عمره كاملا قرأه عريسة كذلك، هو معاصر صحيح قديم لكنه معاصر. نحتاج مثل الدكتور محمد أبو موسى البلاغي الرائع هذا في مصر، نسأل الله أن يمتعه ويحفظه. فيعني مثل هؤلاء وهو يؤكد على هذه الفكرة، يؤكد على فكرة إيش؟ أن لا نقتات، عرفت، نجدد. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادي. حياكم الله يا هلا ومرحبا وسهلا. دائما حديث الفواصل حديث ماتع في كذا قفشات وفي صيد، واحنا وصلنا لاكبر اهداف اخونا محمد الكرشمي. اي الكرشمي الكرشمي الاكبر اهدافه، بس بنخلي هذا الهدف بيقوله في الاخير ما احنا نجيبه. طيب كنا في مبادره التبرع بالدم. نعم. جميل. ابسلك كذا حاجه خارج الاطار، ممكن انت بحكم انك مؤسس وقائد وتنظر الصوره من بعيد، كيف وجدت أثر المبادرات اللي تقدمونها، الشراكات، حضوركم الفعاليات، كيف أثرها على الشباب؟ شيء جميل. على الأعضاء. على الأعضاء. شوف طبعا جميع يعني أنا أقول جميع الشباب السعوديين حتى والأجانب المقيمين في السعودية، أحس أنه في الفعاليات لما نكون موجودين نحس بزي الشرف وزي الفخر. صح ممكن تحصل شوية مشاكل في جميع، بس كلنا نرجع لهدف واحد، حنا جايين هنا لأجر من الله ونبغى نقدم عمل هنفخر فيه بعدين. جميل. فالحمد لله بفضل الله إلى اليوم هذا كل اللي معايا ما شاء الله تبارك الله، عدد الفريق متزايد لدرجة أنه الآن أنا موقف الانضمام فترة بعدين هرجع أفتحه لأنه
من كثرة الضغط اللي عليه. في ضغط. طيب السؤال يا أستاذ محمد اللي هو موضوع ما شاء الله تبارك الله تقول لي 8 أشهر صح ولا لا؟ إيه؟ إنكم من يوم بديتوا. طيب ما شاء الله في خلال 8 أشهر يعني أوكل لكم أعمال كبيرة جدا مثل الاتفاق مع وزارة الصحة، الاتفاق مع الدفاع المدني، في حملات كثيرة داخل جدة، في الرياض، في الشرقية، في مكة، في جيزان. يعني إيش السر وراء الشيء هذا؟ إنكم طبعا من فضل الله طبعا فريق جيزان الحمد لله تو مؤسس، هذا من فضل ربي إنه قاعدين نأدي عمل نبغى نكون يعني في توفيق من الله ولا في سبب يعني بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى؟ والله أكيد في سبب يعني. والله كل يعني توفيق من ربي ومن عمان اللي قاعدين نسويها، من الثقة اللي قاعدين يمنحوناها بعض الأشخاص اللي قاعدين يشوفون عماننا. جميل. المنصة اللي تجمعكم أنتم واتساب أو في منصة إلكترونية تجمعكم، حساب تويتر أو في تنسيق أو مكالمة جماعية أو اجتماع يقام في مكان ما يجمعكم؟ يعني أكيد في عندكم مبادرات وإطلاق وتنسيق وتنظيم وترتيب. طبعاً في حاجتين تجمعنا، الواتساب، وطبعاً الواتساب يجمع أكثر الأفرقة، خاصة أنكم في شيء في جدة وشيء في جازان، الرياض، دمام، وفيه بعض الاجتماعات بعض مراكز الأحياء نأخذ منهم القاعات. حلو. ونسوي فيها لقاءاتنا واجتماعاتنا. جميل. سعدنا بك. ناخذ اتصال شباب. من معنا شباب؟ اتصال جاهز. طيب معنا الاستاذه هبه الصايع قائده فريق في امه التطوع. حياك الله استاذه هبه. اهلا وسهلا. حياك الله. يا هلا ومرحبا، نورتينا، الله يحييك. يا اهلا وسهلا. طيب استاذه هبه، بدايه بس كذا حدثينا عن كيف كنت انت مشاركه مع هالفريق الجميل في هذا الفريق التطوعي. انت كيف شاركتي في البداية؟ كيف عرفت؟ أنت كيف بدأتي المشاركة مع هالفريق؟ كيف عرفت؟ صاحبتي مشرفة في الفريق، يا سلام، الجلال غالب، فهي سوت لي الدعوة وخلتني أحضر وأشترك مع الفريق، وصراحة كانت بادرة جميلة. جميل. كيف وجدتي هذا الأثر عليك أنت كأمر شخصي؟ تعامل شخصي جميل جدا، لأنه بيبادروا وبيشتركوا فعاليات جميلة اجتماعية مفيدة، فهذا شيء يجني حتى بحياتي. جميل. طيب الفريق اللي أنت ما شاء الله يعني أنت قائدة له، إيش أبرز ما تقدمونه فيه؟ كم عدد أعضاء الفريق عندك؟ الفريق 8 بنات و7 شباب. جميل. 15 شاب. ما شاء الله. فهم منتشرين، كلهم منتشرين في المهرجان حق الزبور. طبعاً في حاجة. أي اسم محمد؟ طبعاً قائدة للفعالية الأستاذة هبة. جميل. ففعالية. فعالية الزهور. فعالية الزهور. في مكة. طبعاً أعضاء مكة تقريباً الآن 450 عضو. ما شاء الله تبارك الله. فهي ما شاء الله قائدة الفعالية الآن اللي في مكة. إيه. الله يسعدها ما قصرت صراحة، خير قائدة في خير مكان. جميل. ايش تقدمون يعني استاذه هبه؟ انتم تنظمون ولا شلون؟ ولا في صالات الكبار الزوار او كل شلون تسوون؟ معليش، انتم عملكم يقوم على ماذا في الفعاليات؟ تنظيم الفعاليات. ايوه تنظيم الفعاليات. جميل. طيب استاذه عندك استاذه هبه، أنا أذكر أن فيه حتى ينبع عندكم فيه أنتم زهور صحيح؟ إيه في مهرجان زهور الآن. نعم. قائم في. يلا شد حيلك شبك رجال. لا أنا ما ودي أسس فريق في ينبع لحد ما الآن قاعد أسوي أشياء. أستاذك الأستاذ أحمد اللي قبل شوي تقول أستاذ أحمد حبيبي في ينبع، وأنا أقول لك حاجة. أستاذ أحمد أول شخص، يعني أول شخص حبيته بشكل كان خير، كان إمام للمسجد حقنا. الله. فحصلت لي مشكلة فقام وفزع معايا فيها. سلام. فكان صراحة أنا هو أبوي الروحي أستاذ أحمد عسير. الله يعطيك العافية. وجوده شرف لي. وهذا من وفائك. مهما كان ومهما صار. طبعا أستاذ أحمد أنا مسك لجنة معاي في الفريق ما قد كلمنا فيها. عشان كذا أنا أقول لك أنت استغل الموضوع. إيه المفروض يقول لك يعني اسمه هذا الزهور، يقول لك زهور في ينبع. يقول لك مشاركة. فاصل ثم نعود. فاصل الزهور ثم نعود. فاصل. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين.
التجربة كانت في 2009، كان في فريق من الأمم المتحدة في مركز التدريب العالمي زار الأردن بحثا عن مدربين عرب في مجالات محددة، والحمد لله أنا يعني اسمي موجود في السوق الأردني والسوق العربي في التدريب، فطلبوا لقائي لعمل لقاء يعني، وكان أذكر في بتنسيب من مركز تدريب المهندسين اللي أفتخر بالانتساب لنقابة المهندسين الأردنيين وبدأ حياتي المهنية حتى التدريبية مع مركز تدريب المهندسين بدأت في، فقابلوني قالوا لي شو التحدي اللي عندك، وكان في دورة في القيادة، أنا أعشق الدورات القيادة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، فقلت له التحدي أني أنا بسافر معك على إيطاليا، كانت في إيطاليا الدورة في مركز تدريب العالمي في تورينو، إذا المشاركين أول ربع ساعة ما عجبهم الطرح بكمل الدورة مجانا أسبوع وإقامتي على حالي وأنا بدفع كل شيء. قال أوف، قلت له جاهز. وأيضا رسالة للآخرين، التحدي يصنع شيء بس بشرط تكون شغال على نفسك، تعبت حالك، عارف مين أنت، أحد المشاكل أنك مرات تعرفش أنت نفسك، اعرف من أنت. والحمد لله فيش ربع ساعة كنا موقعين الاتفاقية، فخذ التحدي، الحياة تحدي لكن اتعب على نفسك. فكانت تجربة حلوة، ما زلت أنا مع الأمم المتحدة واشتغل في مركز التدريب العالمي، والمنظمة الدولية صحيح تعطيك بعد عالمي في تشوف الأمم، لكن مع خبرتي ودربت يمكن أكثر من 60 جنسية وعدد المتدربين دربت فوق 110,000 يعني، أنا عندي سجل لنفسي، لكن وجدت شيء مشترك وحيد، الإنسانية هي المظلة العالمية اللي كلنا منتسب إليها. فالمدرب الناجح أيضا بده يكون هذاك الأكاديمي الناجح، المدرب الناجح لازم يكون عنده خبرات منوعة ومهارات عديدة وقدرة على التعامل مع المتدربين بغض النظر عن الجنس والعرق واللون. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. الله يحييكم، يا هلا وسهلا، ونحن في مثل ما قالوا المنعطف الأخير في حلقة اليوم. الحديث كان عن التطوع، و ما شاء الله عليه أخونا محمد كذا نبش الذكريات، ونحن سعدنا فعلا في حديث الدار أو في على هالمجلس الجميل بكثير من الفرق الطوعية في شتى المجالات، لكن ما شاء الله ذكر أشياء نوعية جميلة، يعني يقول تعديل السيارات، يعني كيف تعديل السيارات، توقعتهم بيروحون يساعدون ذا الشباب ويعدلوا السيارات، وين التطوع فيها؟ فطلع لا، هم يشاركون في إدخال السرور على الأسر الفقيرة الأيتام كبار السن، وهذه من الأشياء النوعية. وخلينا أقول شيء أخوي محمد، ويمكن الشيء يذكر دائما، ترى المجالس هي مصانع الأفكار، مصانع الرجال، مصانع صحيح. المشاريع، مصانع المبادرات. وخلينا نطرح كذا أنا وأبو نشارك بعض المبادرات، يمكن تكون إيش تكون يعني لها واقع قريب. أحيانا في مبادرات تكون صغيرة الناس لا تأبه بها، لكنها ذات إيش معنى كبير، ذات قيمة كبيرة، ذات معنى أوسع. أنا أذكر مرة واحد يقول أنا هذا أسرة أب وأم وأولاد، عنده بنات وأولاد، يقول أنا في كل عيد الصباح عيد عند أهلي وخلص الأمور، والعصر أكون مجهز باقات ورد وألعاب بسيطة خفيفة وحلويات. فين يروح الأولاد؟ الأيتام، الأسرة يروحون إلى دار من دور الأيتام. جميل، نساء وأولاد، فتروح الأم بناتها في قسم النساء عند البنات الصغار، ويروح الأب والأولاد عند هذا مدة نص ساعة بس، إدخال سرور، شعور بالعيد، مشاركتهم. شوف الأثر على الولد، الأثر على الأب، الأثر على الأم، الأثر على البنت، الأثر على الأيتام، صح، المشرفين. ما أحب أقاطع كلامك بس ونختم بها شيخ. طبعا الأيتام ترى أنا أشوف في إجحاف في حقهم من بعض الفرق التطوعية، بعضهم يجي يتصور معاهم ويمشي، لا بدون ما يقدم لهم شيء. نعم، لازم تقدم شيء. لو كلمتوا أي في أفرقة سيارات، في مستشفيات، هذي تدعم دعمك لليتيم هذا، ممكن بكرة يصنع اليتيم هذا دكتور، طبيب، شيء، فأنت أصلاً هتكسب أجره، وغيره ممكن تكسب دعوة وتكسب حاجة أنت ما تتخيلها. جميل. طبعاً حاب أشكركم وأشكر والدتي الله يسعدها، الله يرزقكم على دعاها، وأشكر والدي الله يرزقكم بالبركة، وفي واحد من الناس اللي أثروا عليه الأستاذ أحمد، أشكره، أحمد عسيري. وحاب أشكر واحد من خوالي اسمه حمد، هو أحد اللي دائم يكلمني
وش سويت وين رحت وين جيت. انت الحين قاعد تعتمد الحين مش قصد حياتك. اشكر اعطيك تعال حقي خلصت. طيب سعدنا بك اخوي محمد، نورتنا وسعدتنا، وان شاء الله نراك في قامات ومنصات ونراك في مبادرات كبيره تخدم امتك على مسمى فريقك، تخدم وطنك، تخدم بلدك، تخدم مجتمعك، اسرتك على النطاق الضيق. ان شاء الله يصلون الهدف اللي هو يعني مرجو، اللي هم يتمنون انهم يوصلون مليون. نعم طبعا من اهداف الرؤيه 2030 مليون متطوع ان شاء الله، احنا قدها ترى. شيء بسيط مليون متطوع، باذن الله نكون مليونين مو مليون واحد. وانتم من 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 ادوات الصناعه باذن الله. نهنيكم وشد حيلكم موفقين. الله يسعدك حبيبي. شكرا ابو خالد، يعطيك العافيه. اسعدتنا بهالطله الجميله ما شاء الله. حبيب قلبي الله يعطيك العافيه. ايش ما فين شعر الشمال هذا حلو والله. طيب حلقه نراكم على خير مشاهدينا الكرام، سعدنا بكم، طولنا عليكم. لا تنسوا اذكر النوم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. في فناء الدار احبابا محبينا، وحلت انجم الجوزاء انوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار احبابا محبينا، وحلت انجم الجوزاء انوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في ارجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بايدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فنائنا.